أهلين، معكم رزان، وبنسوي اليوم كنافة المقلات، أسهل كنافة ممكن تسوونها. نشوف المقادير ونبدأ. أول شيء نخلط 150 جرام كنافة مطحونة أو نكسرها تكسير ناعم وهي مثلجة مع نصف إصبع زبدة مذوبة ونقلبها. نرصها بالمقلات ونوزع عليها قشطة جيمر أو قشطة طازجة وقطع من شوكولاتة الجالكسي أو الفليك أو جبن كيري إذا أنتوا حابينها مالحة، ونغطيها بالكنافة ونحطها على نار هادية تقريبا 6 دقايق. نقلبها في صحن ونرجعها للمقلات مرة ثانية تقريبا على النار طبعا دقيقتين، نرفعها ونوزع عليها الشيرة ونقدمها حارة، من أصل تكون ألذ وهي حارة. وبالعافية.